أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم من جديد. نستكمل مع بعض إن شاء الله درس التنوع في الكائنات الحية. نستكمل مع بعض مملكة الطلائعيات أو كينجدام بروتيستا. بنبدأ ناخد مجموعة الطحالب. طبعا الطحالب بتتميز اللي هي ده صفات نباتية. هناخد 4 شعب أمثلة على الطحالب. الشعبة الأولى شعبة الطحالب الخضراء، مثال عليها طحلب سبيروجيرا. الشعبة الثانية شعبة الطحالب اليوجلينية، مثال عليها اليوجلينا. شعبة الطحالب العصوية، مثال الدياتومات. شعبة الطحالب البنية، مثال طحلب سرجسم. سبيروجيرا ده من الطحالب اللي بتعيش في مياه البرك والمستنقعات على هيئة خيوط بتكون كتل لزجة طافية على سطح الماء. طبعا الخيط عبارة عن صف من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة، زي ما احنا شايفين دي خلية مثلا ودي خلية أخرى ودي خلية أخرى، كلها خلايا متشابهة في التركيب والوظيفة. بتتميز خلايا طحلب سبيروجيرا بوجود البلاستيدة حلزونية الشكل اللي احنا شايفينها دي، بتكون ذات حواف متعرجة وبتحمل مراكز تجميع النشا على سطحها. طبعا الصورة المجهرية هنا بتوضح لي شكل البلاستيدة حلزونية الشكل. طبعا الخلية بتتميز بوجود فجوة عصارية كبيرة بالإضافة إلى نواة معلقة بالخيوط السيتوبلازمية. أما اليوجلينا فده طحلب وحيد الخلية مغزلي الشكل، بيعيش في مياه البرك والمستنقعات العذبة. خلية اليوجلينا بتتميز بوجود بعض الصفات الحيوانية زي الحركة في الماء عن طريق الصوت وعدم وجود جدار خلوي يحيط بالغشاء الخلوي. من الصفات النباتية المهمة جدا في خلية اليوجلينا وجود البلاستيدات الخضراء. طبعا زي احنا شايفين هنا في المجسم انتشار البلاستيدات الخضراء في السيتوبلازم، وبالتالي الخلية تستطيع القيام بالبناء الضوئي فهي ذاتية التغذية. طبعا الصورة المجهرية هنا بتوضح لنا بعض الخلايا اليوجلينية. أعزائي الطلاب، النموذج اللي معانا هنا بيمثل طحلب اليوجلينا، وده طحلب وحيد الخلية مغزلي الشكل. زي احنا شايفين كده تركيب الخلية بيتكون من نواة وفجوة منقبضة، صوت للحركة، بلاستيدات خضراء. طبعا الطحلب ده بيعيش في المية العذبة في البرك والمستنقعات. في صفات حيوانية وصفات نباتية. من الصفات الحيوانية اللي موجودة فيه عدم وجود جدار خلوي بيحيط بالخلية بالإضافة إلى الحركة بالصوت في المية ووجود فجوة منقبضة. من الصفات النباتية وجود بلاستيدات خضراء، لذلك فهو يقوم بعملية البناء الضوئي. الدياتومات هي طحالب مجهرية وحيدة الخلية بتتبع الطحالب العصوية، وطبعا هي بتعتبر من البلانكتونات اللي هو بيطلق عليها العوالق أو الهائمات البحرية. أشكالها متعددة، في منها الدائري، في منها الإبري، في منها العصوي، في منها القاربي، لها أشكال كثيرة متعددة. طبعا الخلية الدياتومية بتتكون من مصراعين بيتضحوا مثلا هنا في المنظر الجانبي ده، بيبقى فيه مصراع سفلي وفيه مصراع علوي، يعني زي طبق بتر كده عبارة عن غطائين، غطاء علوي وغطاء سفلي. طيب المنطقة اللي هي مكان التقاء الغطائين أو المصراعين ده بيسموها منطقة الحزام، اللي هي المنطقة دي كده، دي بيطلق عليها منطقة الحزام. طيب في المنظر الأمامي بيتضح أحد المصراعين بالشكل ده، ده كده أحد المصراعين. زي احنا شايفين المصراع فيه على سطحه شق طولي بيطلق عليه الرافي. هذا الشق ينشأ من نتوء مركزي في منتصف المصراع بيطلق عليه العقدة المركزية، وبيمتد الرافي لأعلى والأسفل عند نتوئين قطبيين موجودين في أطراف المصراع، يطلق على كل واحد فيهم عقدة قطبية. طبعا زي احنا شايفين ده الجدار الخلوي للخلية، وهنا دي صورة مجهرية بتورينا شكل الخلية الدياتومية والعقدة المركزية اللي في المنتصف هنا. طبعا الجدار الخلوي بيتكون من مادة البكتين وبيكون مشبع بالسيليكا المائية، لذلك نجد ان الجدار بيكون عليه زخارف او زركشات من مادة السيليكا. اما طحلب السرجسم فده من الطحالب البحرية اللي بتعيش في مياه البحار والمحيطات، بيطلق عليها الأعشاب البحرية، طولها ممكن يصل إلى عدة أمتار في مياه البحر. لون الطحلب بني لسيادة صبغ الفيوكوزانسين في الخلايا بتاعته.
طبعا زي احنا شايفين كده في الشكل التوضيحي او في صورة الطحلب وجود زوائد عريضة بتمثل اوراق الطحلب، بالاضافة لوجود المثانات الهوائية اللي بتساعده في الطفو على سطح الماء. بكده نكون انتهينا من مملكة الطلائعيات، وان شاء الله يتجدد لقائنا في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.